حينما تكون واقفة السيدة مريم القباس إلى جانب الملك الحسن الثاني في الكثير من المناسبات الخاصة التي تحضرها بالقصر الملكي، لا تفارقها الابتسامة، كما أن الحسن الثاني لم يكن يتزحزح من مكانه بالقرب منها إلا إذا هي رغبت في الانصراف. هذه المرأة تعودت على دخول القصر الملكي منذ صغرها. مريم القباس والدة عبد الكريم الخطيب وابنة محمد القباس الصدر الأعظم ذو الأصول الجزائرية. في هذا التقرير التاريخي نكتشف من تكون هذه الشخصية التي لا تخضع للبروتوكول المخزني، وما علاقتها بالحسن الثاني، ولماذا تعتبر أما ثانية للحسن الثاني. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. مريم القباس ابنة الصدر الأعظم محمد القباس في عهد المولى عبد العزيز والمولى يوسف والقادم من عهد المولى الحسن الأول، والمنتمية لعائلة لها ارتباطات مخزنية. لم تكن مريم القباس من بين لائحة المدعوين إلى القصر الملكي في ذاك المساء، وهذه قصتها. إن الزمن كان فترة متوترة من الناحية السياسية خلال بداية الستينيات من القرن الماضي. الملك محمد الخامس كان قد رحل عام 1961، والحكومة المغربية تتغير بسرعة، والصراعات السياسية لا تريد أن تنتهي، والمشهد الحزبي والسياسي شهد مخاضات كبيرة. هذه السيدة التي بدأ الشيب يغزو شعر رأسها، والذي تشده بمنديل بسيط شأنها شأن بقية الأمهات، رغم أن ابنها عبد الكريم الخطيب ظل يمارس السياسة وقريبا من الحسن الثاني، بل وغص داخل أمواجها المتلاطمة. إلا أن مريم القباس تنأى بنفسها بعيدا عن عوالم الصراعات السياسية. دخلت القصر الملكي كلها كما اعتادت أن تدخله، ولم تكن تعلم أن الملك يقيم حفلا في المساء على شرف المدعوين من دبلوماسيين وسفراء. وصلت مريم القباس مبكرا، ولأن علاقتها بنساء القصر كانت وطيدة، فإنها توجهت إلى قاعات الحريم وشربت كأس شاي مع للا عبلة والدة الملك الحسن الثاني، وتحدثت معها حديثا نسائيا كالعادة قبل أن تعتذر وتنسحب من الجلسة، لأنها كانت تريد السلام على الملك الحسن الثاني. اتجهت إلى حيث الكراسي الوتيرة المصفوفة بعناية لإقامة مأدبة العشاء لضيوف القصر المهمين، واختارت مكانا عشوائيا للجلوس حتى قبل أن يبدأ الضيوف بالتقاطر على المكان. في الطرف الآخر كان ملاحفي العلوي المشرف على البروتوكول المخزني داخل القصر، والآمر الناهل داخل أروقته، كان يراقب مشهد السيدة التي اختارت الجلوس في صف أمامي. كان قد رتب سلفا لاستقبال الضيوف المميزين، والذين يجلسون على بعد أمطار قليلة فقط من كرسي الملك. كان الملك الحسن الثاني قد دعاها قبل يومين من تاريخ الحفل، عندما كانت جالسة مع أمه في حديقة صغيرة داخل القصر، وأخبرها أن بإمكانها حضور حفل سيقام بعد يومين، وسيحضر فيه أصدقاء للقصر جلهم من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين بالرباط. جاءت للا مريم أو مريم القباس في الموعد المحدد، واختارت كرسيا عشوائيا للجلوس في انتظار قدوم الملك الحسن الثاني حتى تسلم عليه وتنسحب من الحفل. لم يكن من عادتها حضور الحفلات التي يكون فيها المدعوون ضيوفا أجانب، لكنها لم تريد أن تخلف دعوة ملكية. كانت ترتدي زيها التقليدي المعتاد وتنتظر قدوم الملك، إلى أن جاء إليها ملاح فيض العلوي المكلف في البروتوكول، وطلب منها بلغة آمرة تخلو من اللباقة أن تنهض من الكرسي لأنه محجوز لشخصية مهمة، وطلب منها أن تعود صفين إلى الوراء لأن الصف الأول عن اليمين وعن اليسار محجوز للدبلوماسيين بالكامل. لكن مريم القباس لم يرقها هذا الأمر، ولأنها كانت هادئة الطباع لم تنفعل، وإنما وجهت
كلماتها إلى مولاي حفيد العلوي بثقة، وأخبرته أنها لن تغادر مكانها أبدا، وأشاحت بوجهها في الاتجاه المعاكس لتنشغل بتأمل الزخرفة والتحف التي كانت تملأ القاعة. وينصرف مولاي حفيد العلوي وهو يستشيط غضبا لم يفلح في بلع الإهانة التي لحقته للتو، فقرر التوجه رأسا إلى الملك الحسن الثاني الذي كان وقتها خارج القاعة ولم يدخل لاستقبال ضيوفه بعد، وأخبره أن إحدى السيدات تأبى إخلاء كرسي مخصص للضيوف المميزين بالحفل. عندما دخل الحسن الثاني إلى القاعة لإلقاء نظرة، لمح مريم القباص جالسة في نفس الكرسي، فوجه خطابا آمرا لمولاي حفيد العلوي بأن يعامل السيدة بلطف، وقال له ما مفاده أن يتركها تجلس في المكان الذي تفضله وأن يخصص صفا بالجهة المقابلة. فهم مولاي حفيد العلوي أن تلك المرأة ليست عادية أبدا، خصوصا عندما توجه الحسن الثاني نحوها وسلم عليها بأدب، بينما كانت ترتب على كتفه. فالحقيقة كانت رسالة إلى مولاي حفيد العلوي، وحتى يغير من سلوكه في التعامل مع بعض ضيوف الملك. كان يعلم جيدا هويتها الحقيقية وعلاقتها بأم الحسن الثاني وزوجته أيضا، وكذلك اعتبارها أما ثانية للحسن الثاني، لكنه كان دائما يريد أن يبدو متحكما في كل شيء. مريم القباس لم تكن تخضع للبروتوكول المخزني. لعل هذا المشهد الصغير كاف لتسليط الضوء عن طبيعة هذه الشخصية الاستثنائية. الحسن الثاني بدوره لم يكن يخفي احترامه الكبير لمريم القباس أمام الحاضرين، وكثيرة هي المرات التي صرح فيها أمام مقربيه وخلال مناسبات عائلية كثيرة أن مريم القباس بمثابة أمه. مريم القباس كانت تتمتع في الأصل بشخصية قوية، رغم أنها كانت تنتمي إلى جيل الحريم الذي ترعرع في وسط محافظ جدا، إلا أن المقربين منها يقولون أنها أخذت الكثير من شخصية والدها الصدر الأعظم محمد القباس، وتعلمت منه إبداء رأيها داخل العائلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.